السلام عليكم. رسالة للسيد السيد وزير النقل أو المسؤول بالنقل أو المسؤول بالتجهيز، الله يرحم لكم الوالدين. أنا من مدينة أسافي، عندي ولد متزوج عنده جوج أولاد، دابا غير مريح، دفع ورقة المهنية عام هادي والزيادة وما جاتش، عاطينو غير روسي. مشى مع مشى في الكاميو تلغانا رجعوه، مشى حتى لموريتانيا رجعوه، قالوا ليه التوصيل ما ياكلش. والله يرحم لكم الوالدين، كنجو ديما عاطينهم التليفون، قالوا درنا بانه هاد الوباء كاين، ما كاين خدمه، ما كاين والو، واش غادي نديروا؟ محشوماش الدري غير قاعد دابا مشومي. انا اللي هزو جاب الله، انا هزو باه، كما كنت هزو انا، وراكم عارفين الوضعيه كي دايره. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لك الوالدين اللي مسؤول بالتجهيز، الله يرحم لك الوالدين اللي مسؤول بالتجهيز، وديروا خدمتكم. راه حشومه وراه عيب، وفين غيمشي هاد الولد؟ فين؟ احنا باغيين غير حقنا، راه دافع الواجبات، دير الفورماسيون، دير كل شيء، دافع الوراق، عاطين الروسي، اش غيدير بهذا الروسي اللي مشى يقول لك الروسي ما خدامش؟ الله يجازيك بخير ويخلي لك الحاله زينه الى ما شوف هذه القضيه كي دايره. هذا الشيء اللي غادي نديرو بلا ما نخرجوها لا في جورنان ولا هذه ولا هذه. جاب الله هاد الناس كيفكروا الناس وصافي. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. نعم، شحال كنت عانى من المشكل هذا؟ انا كنضرب على راسي، لانه ما كاينش اللي يضرب عليك، انا كنضرب على ولدي. الغفيري رضا، الغفيري رضا، سميتو غفيري رضا. راه ذاك المسؤول اللي كاين هنا في وزاره التجهيز هز التليفون وهضر مع المسؤولين وقال لك السيمانه الاخرى ما السيمانه الاخرى وشي حاجه ما كاينه. هاد الناس ديال اسفي خدامين، واش غيديروا؟ كيقلبوا لي البارافورات اللي جات من الرباط واللي ما جات، ما كيلقاو السميه ما كيعطوناش، اش غنديروا لهم؟ ناس هادو طيبين، اما ديال الرباط اللي كيمشوا تمايا راه ما الله اعلم خدمتهم كي دايره. راه الرباط هذاك لانه كلشي كلشي الموظفين كيخافوا من الاداره تاع الرباط، ولهذا الله يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء، والله يبعد علينا هذا الوباء اللي كرفس البلاد وكرفس الناس، وشحال من واحد مسكين ولا الحالة ضعيفة، واللي عطى الله هو هذا. وعاش الملك، عاش الملك، ولا يخطينا الملك، ولا خطاكم الملك، راه غتاكلوا بعضياتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.